السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ بقالي كتير ما عملتش معاكم حاجة حلوة على القناة. النهاردة هنعمل مع بعض قدرة قادر. قدرة قادر كيكة حلوة جدا، طعمها مميز وشريفة كمان لو عندك ضيوف بتتقدم لهم ساقعة. هي بس ليها تكات كده هنلتزم بيها وهنتكلم فيها عشان تطلع معاكي بأمر الله ناجحة. هنقول المقادير مع بعض. هنقول دلوقتي مقدار المقادير بتاعت الكراميل، عندي كوباية من السكر وقطعة من الزبدة قد مكعب صغير كده، ودي زيادة على الوصفة وهقول لكم ليه. عندي كوبايتين من اللبن او نص لتر لبن، وعندي نص كوباية من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودرة، واربع بيضات، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. لو مش عندك فانيليا سايلة يبقى اربع اكياس من الفانيليا الباودر، لكل بيضة كيس من الفانيليا عشان البيض هنا كتير ما نحسش بالزفارة، يفضل تستخدمي الفانيليا السايلة. يلا بقى عشان نعمل الكراميل مع بعض. هنعمل الكراميل مع بعض. بتجيبي طاسه، بتنزلي بالكوبايه من السكر، تفرديها كده بدون اي سوائل ولا ميه ولا اي حاجه عشان تتكرمل معانا، ما تقلبيش فيها كتير، تفردي كده. ولو اول مره تعملي الكراميل اعملي في طاسه فاتحه عشان تتحكمي في لون الكراميل وما يغمقش ويمرر منك. تمام، هنسيبها بقى كده ايه لحد ما تتكرمل واوريكي بالخطوات. زي ما انتم شايفين بدأ الكراميل اهو، اتحركي كده الطاسه عشان السكر كله يتفرد، وعلى نار هاديه بقى عشان ما يغمقش منك، لو الكراميل اغمق منك هيمرر. خلاص، تقليبه واحده بس كده وعلى نار هاديه زي ما انا عامله كده لحد ما يتكرمل. خلاص، زي ما انتم شايفين كراميل اهو يا جماعه، ما نغمقش عن كده عشان ما يمررش. هنحط دلوقتي قطعه الزبده. قطعه الزبده دي انا يعني دي زياده على الوصفه، وهقول لكم ليه. اولا بتدي تيست حلو قوي للكيك والكراميل، ثانيا بنتفادى ان الكيكه لما تيجي تقلبيها تلزق منك في نهايه الصينيه. فالحل الوحيد اللي انا جربته، لان كذا مره جات لي شكاوي من الكيكه دي لما تبقى ماشيين كل الخطوات ونيجي نقلبها تلزق مننا، فاحنا عاوزين نتفادى الموضوع ده. فحليت الموضوع ده ان انا جربت ان انا اضيف قطعه زبده، فالموضوع ده لقيت الطعم احلى، وفي نفس الوقت ان انا اتفاديت المشكله دي. شايفين زي فكرة الكراميل العادي اللي احنا بنعمله، بس بدون بقى كريمة وبدون الحاجات دي كلها. خلاص، يلا بقى عشان ايه، انا كده هقفل عشان نجهز الصينية بتاعتنا. هنجهز القالب بتاعنا وننزل كده، اي قالب بقى عندك، صينية، اي حاجة المتاحة عندك، وتنزلي بالكراميل حسبه بس على ايديك. ودرجة الحرارة يا جماعة بتكون عالية جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. نزلي كل الكمية وبسرعة كده تعملي الحركة دي اهو. شايفين عشان احنا حطينا الزبدة، فتحسي ان هي ايه، مش هتلزق منك لما تيجي تقلبيها. التكة دي انا يعني ضايفاها، بس صدقوني هتعجبكم جدا. يلا بقى عشان نعمل الكريم مع بعض. هنعمل دلوقتي الكريم مع بعض في الخلاط. انزلي بالاربع بيضات، بسم الله، وهننزل بنص كوباية من السكر، معلقتين كبار من اللبن البودرة، ومعلقتين، قصدي اسفة، وكوبايتين من اللبن او نص لتر من اللبن، ويكون كله بدرجة حرارة المطبخ سواء البيض او اللبن. تمام، بس بقى كده لنفسي. ونجيب الفانيليا يا جماعة السايلة بتاعتنا، هناخد منها معلقة صغيرة اهو، وهنضربهم كويس جدا. بقى القالب اللي حطينا فيه الكراميل، جيبي بقى مصفه ضيقه خالص تكون عندك، وتصفي كده عشان احنا مش عاوزين اي كلكيه في الكراميل عشان يديني القوام الكريمي. الرغاوي دي خلاص نشيلها كده، ونحط بقى القالب كده بتاعنا لحد ما نعمل الكيكه بتاعتنا. دلوقتي هنقول مقدار الكيك مع بعض. عندي كوباية من الدقيق
نص كوباية من الكاكاو الغير محلى الخام بتاع الترط، 2 بيضة، وعندي نص كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت، والتكة هنا نص كوباية من السيفن، ودي حاجة اختيارية، لو انت حابة مش عندك سيفن او مش متاح ممكن تستخدمي اللبن، بس انا هقولك ليه بحب اضيف السيفن هنا، بتخلي الكيكة هشة قوي ومنها كمان بتبقى محسن كيك. لو انت مش حابة السيفن تحطي نص كوباية من اللبن وتحطي معلقة كبيرة من الخل كمحسن كيك، هتطلع معاكي بنفس النتيجة، بس بجد سيفن جربوها هتعجبكم جدا. مش كل الوصفات لازم تكون ثابته، لازم تغيري وتجربي، ساعات لما بتيجي تجربي الحاجه بتطلع الحاجه احلى كتير. وعندي رشه ملح، وعندي معلقه صغيره من الفانيليا السايله، وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر. هنعمل ايه دلوقتي؟ بسم الله هننزل بالبيض، بص، والملح عشان يظبط معانا، والسكر، وهناخد معلقة صغيرة من الفانيليا. نجيب بقى كله كده على جنب، نبدأ نضرب الخليط ده كويس. خلاص ضربتها كويس جدا عشان تديني القوام الكريمي ده واللون الفاتح. ننزل بقى بسم الله بالسيفن، نص كوباية من السيفن او اللبن ونص كوباية من الزيت، ونضرب تاني. خلاص كده تمام، ابعد شويه كده. انزل بقى بسم الله كوبايه الدقيق، نص كوبايه من الكاكاو الغير محلى، وهناخد معلقه كبيره من البيكنج باودر اهي، وننخل، ولازم ننخل عشان ما يفيش اي تكتلات تنزل في الكيك، لان التكتلات دي بتهبط الكيك. شايفين في التكتلات اهي بتاعت الكاكاو، نعملها كده بظهر المعلقه هتنزل على طول، مش يفضل يكون في اي تكتلات في الكيك. ساعات الحاجات الصغيره دي الناس اللي بتشتكي ان طب الكيكه انا ماشيه بكل المقادير والكيكه هبطت مني، طب اعمل ايه؟ مش كله بيبقى عيب فرن، ممكن الحاجات الصغيره دي هي اللي بتبوظ الكيك. نضرب بقى كويس الخليط بتاعنا. خلاص الخليط، شايفين اللون حلو ازاي؟ يبقى القالب بتاعنا اللي حطينا فيه الكريم، وننزل بسم الله. اي قالب، لو مش شرط القالب ده ممكن الصينية العادية، مفيش اي مشكلة. هي الكيكة دي يعني انت تقولي ايه ده الدنيا اتلخبطت، لا الكيكة دي سبحان الله بتيجي تعمليها تحسي ان هي كده ايه كله الداخل في بعض، ولما تيجي تستوي بتفصل هي لوحدها الطبقات، هتشوفوها ان شاء الله، وبجد طعمها مميز. تنزلي بكل الكميه، ولو القالب اتملى منك كده ما تقلقيش، هتقولي لا طب لا ما فيش اي مشكله عادي، اهو الكميه كلها اهي. هنجهز بقى باقي خطواتنا وارجع لك تاني. الخطوه اللي بعد كده بتجيبي صينيه اكبر من القالب شويه وتحطيه كده في الصينيه عشان نعمل حمام ميه. ايه فكره حمام ميه كده؟ تجيبي ميه سخنه جدا وبشويش كده عشان الميه ما تطولش القالب، وننزل لحد ما يبقى نص الصينيه، يعني حجم الميه تبقى نص الصينيه اللي انت القالب اللي انت حطاه. خلاص الميه تكون سخنه، وعشان الصينيه الالومنيا بتاعتنا ما تبوظ ننزل بحوالي 3 معالق كبار من الخل عشان ما نتعبش في تنظيفها. هقول لكم بقى على طريقه تسويه الكيكه دي عشان انا جات لي شكاوي كتير منها. الكيكه دي بنولع الفرن على درجه حراره 180، بنجيبي يعني الشبكه ما بتبقاش في النص، بتكوني مسخنه الفرن وتحطي الشبكه في الجزء السفلي من الفرن، تعلي درجتين بس وتروحي حاطه الشبكه عشان نحط عليها الكيكه، ما تحطيش الكيكه دي في النص عشان ما تنشفش منك وتاخد كمان وقت طويل في الفرن. فانا هدخلها دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 مسخناه، وزي ما قلت لك عشان تعرفي تسويها وهوريكي مراحل التسويه بتاعتها، وان شاء الله هتطلع مظبوطه جدا معاكم للناس اللي كانت بتشتكي من الكيكه دي. يلا بقى هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. شوف مع بعض اخبار الكيكه ايه. بسم الله ما شاء الله، شايفين عدى ساعه بالظبط، شايفين عليت ازاي وهشه وجميله جدا، شايفين انا حطاها فين كمان الدرجه، يعني معليه درجه
او درجتين من الفرن وحطها على الشبكه مش في نص الفرن، هتقعد معاكي بالظبط ساعه. نشوفها ازاي، نجيب خله ونعمل كده. طلعت نظيفه معانا خلاص، يبقى هي كده استوت. هي بتاخد بالظبط ساعه في الفرن بنفس الطريقه دي، عشان الناس اللي بتتكلم في التسويه بتاعتها اهو، مراحل كل شايفين حلوه ازاي وهشه. هطلعها بقى ونشوف ايه هنقدمها ازاي. الكيكه اهي طلعت خلاص بعد ما قعدت ساعه، ووريتك مراحل التسويه وازاي تعرفي ازاي الكيكه دي تكون استوت. خلاص هنطلعها بقى كده. طبعا الكيكه دي مش هينفع تتقدم وهي سخنه كده، الكريم لو جيتي قلبتيه هيكون لسه ممسكش نفسه، لا يقل، لازم تقعد في التلاجه لا يقل عن 4 ساعات. يعني لو حابه تعمليها اعمليها من بالليل واقلبيها الصبح، وهقولك قبل ما تقلبيها هتعمل ايه بنفس الخطوات اللي احنا هنعملها. انا هسيبها في التلاجه بس تسقع شويه وهوريكم هنقلبها مع بعض. الكيكه هي يا جماعه خرجتها من التلاجه بعد ما قعدت حوالي 4 ساعات تسقع خالص. تجيبي بقى صينيه تحطي فيها شويه ميه وتسخنيها بس كده، عشان الخطوه دي مهمه جدا، عشان بس تفككي الكراميل لما نيجي نقلبها ما تلزقش. ان شاء الله مش هتلزق عشان احنا حاطين الزبده. خلاص كفايه كده، يلا بقى عشان نقلب. بسم الله، هي مش محتاجه خلاص، ان شاء الله باذن الله تطلع معانا. خبطي كده بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين جميلة ازاي؟ اهو تحفة. الطبقات بتاعتها خطيرة جدا، والكراميل والزبده بقى بتدي طعم حلو قوي ولمعه للوش زي ما انتم شايفين كده اهو. كل الخطوات اهي قدامكم، شايفين شكلها جميل ازاي؟ الكراميل كتير قوي عليها، فيه لمعه حلو وطعمه حلو جدا بسبب قطعه الزبده التكه اللي انا قلت لكم عليها. شايفين تدرجات الالوان، الغامق في الفاتح في الشوكولاته في الاغمق، حلوه جدا ومشرفه جدا. لما تيجي تقدميها لو عندك ضيوف ولا حاجه، ممكن بقى نقطع قطع كده. بسم الله تطلع معاكي بمنتهى السهوله. شايفين يا جماعة؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال بتاعها؟ طرية جدا وسبونش حلوة بجد. أنا عاوزاكو حلوة جدا ومشرفة جدا. شايفين تدرجات الألوان، الكراميل اهو، وبألف هنا وشفا. لازم لازم تجربوها بالتكات اللي قلتلكوا عليها، هتعجبكوا جدا إن شاء الله. وبألف هنا وشفا، ما تنسونيش في اللايك والشير ودعوة حلوة. وإلى اللقاء في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.